يريدون عبارة مستعملة انه ترك الاستفصال في ايش كذا في موضع كذا ينزل منزلة ايش المقال ما يكون حاضرين شيء. المهم المعنى قائم ترك الاستفصال عن الحال في موقع سؤال ايوه نزل منزل المقال. المهم يعني انهم يريدون هذه الكلمة بتعليق على هذا الحديث على أن هذه كلمة أنا لي رأي فيها وأنه لا يجوز استدلال بها دائما وأبدا في غير هذه الحادثة. لماذا؟ لأن ترك الرسول في حادثة ما الاستفصال لا يعني إفساح المجال لكل المعاني التي تدخل بسبب ترك الاستفصال. الرسول عليه السلام ترك الاستفصال لأنه يعلم من السائل أن المسألة محددة الميثاق والحدود فما في حاجة للرسول أنه يستفصل ويستوضح. واضح؟ لذلك استعمال هذه القاعدة في غير هذا الحديث ينبغي النظر فيها وعدم استعمالها بإطلاق. أما هنا فلا ترد إطلاقا كما ذكرناه آنفا. بعد هذا يأتي شيء آخر، هذا المحجوج عنه يمكن أن يكون أبا كأب الخثعمية، حينئذ ما في حجة في الحديث. هذا ثانيا. ثالثا يمكن أن يكون عن موصل أوصى الحاج هذا الذي كان يلبي عن شبرمة بأن يحج عنه، فإذا يخرج الحديث عن كونه دليلا لحجة البدل بصورة عامة بدون قيد وشرط، ويدخل في موضوع تنفيذ وصية مشروعة. كنت أقول هكذا ثم فيما بعد أوقفني الله عز وجل بفضله على روايات في معجم الطبراني كبير وغيرها، وإن كنت إلى الآن لم أطمئن لصحة إسنادها، لكنها على كل حال رواية في هذه القصة من شبر ما قال أبي. شايف؟ حينئذ كوضع النقاط على الحروف كما يقول اليوم تماما، فلا يجوز استدلال الحديث أبدا. هذه المواضيع ما نجدها في الكتاب حتى نعم. تتمة الكلام في الشريط التالي فيها يعني كويس. في الطبراني الأوسط كان أستاذي أذكر الله فالحديث بطريق خالد الحزاء عن أبي قلابة عن ابن عباس هنا. لكن الراوي عنهم وهو شيخ الطبراني لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال روى عنه أهل الكوفة يغرب وباقي رجال